هيمنة الفضيلة تسبب بإفساد السجون. نحو 73,715 سجيناً وموقوفاً من 51,776 محكوماً موجوداً في دائرة الإصلاح العراقية. يهيمن حزب الفضيلة على شركات عقود الطعام الخاصة بالسجون منذ 2005. تسببت سيطرة حزب الفضيلة بتقديم 15,000 شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنوياً تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب. سجلت المنظمات الأممية في 2018 و2019 وحتى 2020 تراجعاً واضحاً على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين بسبب هيمنة حزب الفضيلة. سيطرة الفضيلة على ملف السجون قاد إلى رداءة الطعام وقلة ورداءة الأواني التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي. بعض السجناء محرومون حتى من هذه الوجبة الرديئة. تتعاقد وزارة العدل العراقية التي تدير 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة مع شركات خاصة لتجهيز الطعام. أكثر من 3 شركات تابعة لحزب الفضيلة تسيطر على عقود التجهيز. بحسب تقارير فإن الشركة المؤمل وشركة ميسري لتجهيز المواد الغذائية مسؤولة عن الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة. شركتا إشراقات الوادي ونسيم الصباح مسؤولتان عن تقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة. شركات تقدم الطعام للسجناء لا توفر 10% من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل. الفساد في عهد حزب الفضيلة وصل إلى حوانيت السجون، حيث وصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى 2000 دينار، في حين أن سعره الحقيقي 500 دينار. فمن سيحاسب حزب الفضيلة على تجاوزاته وفساده في عقود إطعام السجناء؟